تستقبل أمستردام عدداً هائلاً من السياح لتسجل نحو 22 مليون ليلة مبيت سنوياً. فكيف تخطط المدينة لمكافحة السياحة المفرطة؟ كانت هذه قرية جميلة والآن أصبحت مبتذلة. هذا عار. يجب منع الناس من تناول الطعام في الشوارع. فمن أكبر الأمور المزعجة أن يجلس الناس في الشارع ويتناولون الطعام، إنه أمر غير جميل. من المهم وقف بيع المخدرات للأجانب في المقاهي. دينغ مان كاومو هو رئيس مبادرة المواطنين كفى يعني كفى، وهو يريد من البلدية أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة السياحة المفرطة. يأتي الناس من جميع أنحاء العالم ويرون على تيك توك أن بإمكانهم شراء كعك خاص هنا، فيقفون هنا ساعات في طوابير ويعيقون حركة المرور الكثيفة ويمنعون المشاة من السير بهدوء وسلام. هذه التدابير ضد فرط السياحة موجودة فعلاً، فقد تم خفض عدد الشقق السياحية ورفع ضريبة المبيت بشكل بالغ وحظر الحافلات السياحية في وسط المدينة، كما فرض على الحانات والنوادي الليلية الإغلاق قبل ساعتين في منطقة الضوء الأحمر. لكن السلطات تخطط لتدابير أكثر. تعمل إيميلي سترينز في بلدية أمستردام. قمنا مثلاً بتجميد مشاريع بناء الفنادق، فلم يعد هناك فنادق جديدة في وسط المدينة، مما يجذب عدداً أقل من السياح إليها. نحن نتطلع أيضاً إلى خفض الرحلات النهرية إلى النصف بحلول عام 2030. هذا سيخفف الضغط أيضاً. مع ذلك لا يزال من الصعب تحديد ما يمكن للبلدية أن تفعله للحد من عدد السياح. استحوذت البلدية على القليل من المباني هنا وتخطط لشيء سيفيد سكان المدينة الذين لم يعودوا يرغبون في القدوم إلى مركزها المزدحم. في إطار هذا التحول السكني نريد إنشاء مساحات متعددة الاستخدامات. من المهم بناء مساكن جديدة، كون العديد من السكان يبحثون عن سكن في أمستردام. نريد إنشاء مفهوم جديد يجمع بين السكن بأسعار معقولة والمتاجر والمطاعم. بالطبع هناك العديد من المطاعم، لكننا نريد المزيد من الشركات التي تجلب الفن والثقافة أيضا إلى وسط المدينة. From the heart of Amsterdam, Red Light Jazz Radio. كما في محطة الإذاعة هنا والتي تسمع أصوات سكان حي الضوء الأحمر السياحي بوضوح. نحن نقدم للجميع في الحي منصة للتعبير عن أنفسهم، وهذا هو أيضا سبب تسمية الموقع بالمحرم، لأنه لا يوجد محظورات بل يمكن قول أي شيء. مشروع صوري أنا أعيش هنا يهدف إلى شيء مشابه، ويظهر صور سكان حي الضوء الأحمر ليشاهدها الجميع بهدف خلق جو من الاحترام والمراعاة. وبدل التركيز على الحفلات الصاخبة في حي الضوء الأحمر، تريد المدينة تقديم صورة أكثر أصالة للحي. والآن يقدم مرشدان من السكان المحليين جولات بالقوارب كهذه الرحلة النهرية على متن قارب لاجئين سابق من شركة لامبيدوزا. اسمي تومي شريف، أنا كاتب روائي ومسرحي وصانع أفلام. أنا مصري وناشط سياسي منذ عام 2007 ولاجئ سياسي منذ عام 2014. رحلة القارب هذه تتيح نظرة مختلفة على تنوع الأشخاص الذين يعيشون في أمستردام. لقد مر هذا القارب بالكثير من اللحظات السيئة حقاً، ولكننا نصنع منه شيئا حيويا ونجعل منه فنا ومصدر إلهام. تريد بلدية أمستردام أن يشعر السياح والسكان المحليون بالراحة في وسط المدينة مستقبلا، وأن يقل عدد السياح الذين يعودون إلى بلادهم وهم يعانون من صداع الكحول.